نزلتوني ايش؟ خلاص ما نحتاجك في الاداره. طيب ابدا عندنا شكوى مهمه جدا وصلتنا من الكنترول على فهد معيان. فهد معيان مسبب لهم مشاكل بالكاميرات وجالس ينقل من كاميرا لكاميرا ويحرك. انا اشوف هذه قاعده تسوي. لا يا فهد معيان، فهد التصميم راح حق ابياتي. تفصل الكنترول يهددني بالفصل وفريق الفاشل. ايش 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 ابابا طلعه وقفل الباب عادي سهله قبل كل شيء. لا 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 يقول والله لا افصل الكنترول. دقيقه افصلك يا ناصر، خلي افصل فهد مو مدير عمليات، افصل السوشيال ميديا وافصل الجمهور. خلي يفصلني ما عندي مشكله، بس خرب التصميم حق الابيات. انا من الحين قاعد اغير التصميم. لا 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 كانت الابيات كويسه كويس. لكن لكن انا 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 عندي انا عندي فجاه تسوي كذا. لا لا انا عندي مشكله مع فهد والله. يعني فهد لا على الهواء ولا تحت الهواء، على الهواء مسبب مشاكل وتحت الهواء مسبب مشاكل. عشان كذا انا استغربت تقول منظم. معلش اذا فهد قدها يجي يقول الكلمه ذي هنا ما يقول اخذ الكواليس. ما يقدر اي والله فزعلي ما يقدر ذكي. طيب معليش يا ابو نايف، التوقيع كان قبل شوي مع النجم خالد حامد اللي اكيد انا نسعد بانضمامه لنا. خالد تفضل. تفضل يا خالد. خالد حامد حامد تفضل. خالد تعال تعال. لا لا خله خله بيحوسنا. حامد خالد حامد حط له دخوليه يا محلال جاي بيهوشنا. خله بيخرب عليه الحمين. لا طيب المنام. هلا ها لا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا وسهلا سهلا خالد حامد. اهلا وسهلا ابرا ساق عليكم وسمره. الله يسوق على شط مقامك. انا 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 من يوم لا جيت من المطار ما صورت ولا شيء ولا كنت ابغى افاجئ امي. امي ما تدري بوضع اليوم. اسمح لي يا خالد احنا نمر عليك وانت ولد القناه ومبروك عليك هالخطوه. الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم و... وكل لك وكل مبروك والله مبروك. واحنا متاكدين انك اضافه جميله جدا. لكن خالد الموضوع هذا مش موضوعك الان. تمام معلش عطنا موضوعي. ابن شاهي ولا سالفه فهد. لا بس انا بتناقش مع فهد في كلمه بس في كلمه في كلمه راس امام الجمهور. بيفصلك صح؟ لا 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 دي فهد بتركيز. هل تعاني من ضغوط نفسيه؟ انت تعاني من لا اصكك على ذمك لا تعطيني ظهرك. ما اعطيك ظهري. سم سم يا مخرج اسمعك بيقول لك فلاح لا يتحرك. والله تعال انت فصلت المصور محمد عطيه وخصمت عليه وفصلت السوشيال ميديا. انا فصلت سعود. سعود انا فصلتك انت براسك انا قريع. سعود تعال السؤال بس ساعه كل اللي يتكلم حتى الرخوم مو بنت ابو محمد وانت كفو مطلق. هاي كيف ترد علي سعود؟ ما قلت لك اني بتذاكر عليك ولا هو تنجلي تنجلي. الكنترول يعاني من فهد معيان. يدخل ويصير يحرك كاميرات شوف ويمشي ويفصل فهد. والله ان محمد عطيه يكلمك وانه يحبه. اتحدى اذا محمد عطيه يرضى على فهد معيان. ها طب انا ما ارضى انه يقول عن فريقي فاشل. من هو؟ انا والله قلت انا بفصله بفصل فريق الشاذ فاشل بفصل فريق السوشيال ميديا فاشل بس بتكلم وبيفصل الجمهور عرف وبفصل الجمهور الفاشل فهد الجمهور القنقني فهد فهد احييك الله ابو حامد. الله يسعدك والله انك اضافه كبيره والله ان النقاش معه الله يسعد قلبك بس بلا فائده. فهد ودك نسولف هناك؟ انا وياك؟ اي يحصل اي والله روح روح خلاص خذوه كار محمد شو سحبت لكم؟ اي والله ما يا ولد حسبه يا اخي والله ما طبق يا ابو عبد الله لا هذه التغريده يبيك انت اسمك التغريده ذا انت من مقدمين الجنقوني جبت التغريده ذا فتت انت كم مره انصحك؟ اليوم احمد صدق والله لكني قلت انه في وجهي ذا اليوم واحد يقرب الله يجعله يضيع اليوزر حق تويتر نبتاك انت لا حق البرنامج والله بفصلك مع ما انفصلت الله يفصل رقبه الشيطان اقسم بالله توي وقعت يا فهد هذه وش التطورات؟ خلنا نناقش تعال خلهم خلهم. آلية التقييم اللي اقترحت عليك ناصر واللي جتنا من الجمهور حقت الخمسة مرة حلوة حقت الخمسة يس طيب في اصوات مع عبد الله. اول شيء الله يحييك يا حبيبي الله يسعد قلبك مرحبا كنترول بالله معليش نرحب فيكم اسحبوا على سعود وفهد خلكم